السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثيرة هي قصص التاريخ التي يستنبط منها بعض المعاني الأخلاقية التي تتأتى بين الناس في واقعهم. ومن تلك القصص حكاية للشاعر والأديب والبليغ والنحوي أبي العلاء المعري. فمن هو هذا الرجل؟ إنه أحمد ابن عبد الله بن سليمان التنوخي أو التنوخي. ولد في مدينة معرة النعمان في شمال سوريا، وكانت ولادته سنة 63 و300 من الهجرة. عاش فيها حتى بلغ 4 من عمره، فأصيب بمرض الجدري ثم عمي بصره. وعموما شهرته تحكي عن صفته، وفضله ينطق بسجيته. كان شاعرا أديبا بليغا، كان نحويا وعالما بالكثير من العلوم النافعة. وقد قرض الشعر وهو في سنيه الأولى عندما كان في 11 من عمره. انتقل من معرة النعمان عندما شب إلى بغداد، وجلس فيها ما يزيد على السنة يتعلم وينهل من العلوم والمعارف، ويلتقي مع كبار العلماء. وكانت وفاته بعد ذلك العمر الطويل في بلدته التي ولد فيها، معرة النعمان، سنة 449 من الهجرة. في إحدى السنين قام بعض الناس في بلدته معرة النعمان عندما رأوا منكرا حيث حرقوا خمارة في البلد، وانتشرت الفوضى في عموم المدينة. فما كان من أمير حلب وهو صالح بن مرداس الذي كان مشرفا أيضا على معرة النعمان إلا أن أمر بأخذ أولئك الرجال وعمل حصار على أهل المدينة. فلما ضاق بالناس الأمر توجهوا إلى شيخهم أبي العلاء المعري يطلبون شفاعته وتوسطه لدى صالح ابن مرداس الأمير. فاستجاب بعد أن خرج من بيته وكان لا يبرحه، واتجه إلى حيث المكان الذي كان فيه صالح بن مرداس، فعرفه الأمير وأدخله إليه وقضى له حاجته ثم انصرف. وكان قد قال هذه الأبيات التي تشرح هذه الحكاية. قال المعري: تغيبت في منزلي برهة، ستير العيوب فقيد الحسد، فلما مضى العمر إلا الأقل وحم لروحي فراق الجسد، بعثت شفيعا إلى صالح، وذاك من القوم رأي فسد، فيسمع مني سجع الحمام، وأسمع منه زئير الأسد، فلا يعجبني هذا النفاق، فكم نفقت محنة ما كسد. فلما سمع صالح بن مرداس الأمير قول المعري فيسمع مني سجع الحمام وأسمع منه زئير الأسد، قال ابن مرداس: نحن الحمام وأنت الأسد. فرفع الحصار عن أهل معرة النعمان، وعاد المعري إلى بيته، ومنه سمي برهين المحبسين، وهما محبس العمى ومحبس البيت. قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها.
وقد كان المعري جديرا بهذه الشفاعة الحسنة، بغض النظر عما قيل ويقال في شأن هذا العلم الفذ أبي العلاء المعري من أقاويل مختلفة في نقض عقيدته وما شابه ذلك. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الشفاعة: اشفعوا تؤجروا. جرى تصوير هذه الحكاية وروايتها حول شفاعة أبي العلاء المعري من شاطئ القرم الشرقي في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا اليوم الخميس 26 من شهر أغسطس 2021 للميلاد. شاكرا لكم حسن الإصغاء، وآملا لكم عموم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.